وناكل. لازم ناكل كويس عشان نبقى شطار. ماشي يا سندس. يا بابا فارس هو اللي بيجي بياكل اكل. بياكل اكلك ازاي؟ ما بعملش كده. لا بتعمل كده. بس انا بقول له لا، بس هو بيزقني وبياخد اكل. هو بيحصل مع ان بيبقى قدامه من نفس الاكل اللي في طبقه. خد يلا تعالى هنا. قرب هنا تعالى. ايه؟ تعالى اقف هنا. ببص في طبق اختك ليه لما انت بيبقى معاك نايبك؟ بابا جعان. يعني انت بقى جعان؟ ما هي كمان جعانه. فضلتك على اختك ليه؟ فعلا لما اطلع بلطج زيك يا بابا. ورا! انت بتقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه، هما اللي قالوا. هما مين اللي قالوا؟ اللي قالوا كده سيد الدهب. سيد اخو رفعت الدهبي هو اللي قالوا كده. سيد الدهبي قال لك ايه؟ قال لي انت ياض تطلع بلطج زي ابوك. الكلام ده حصل من 3 ايام. من 3 ايام؟ يعني الحوار متصايد ومسمع وانا اخر من يعلم. بتفهموني بقى الموضوع؟ ولا حاجه. ابنك كان بيلعب كره في الشارع، قابل ابن عوض وسنيه تقريبا كده وقعه، بس ابنك قام معاه بالواجب. اه وبعدين؟ انا بقى اكمل لك. انا كنت راجع البيت لقيت لك فارس واقف مع الواد عوض عمال يقول له عيب ومش عيب وكلام من ده. فانا رحت يعني افهم ايه الحوار. لقيت لك السيد الذهبي عامل الليله وعمال يزعق، بقول له الحوار مش حوارك انت، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لي ما هو مش غريبه الواد يطلع بلطجي لابوه. يا هداوي استهدى وحياة ولادك اللي انت مستهدي بالله. منالا فين المعلم بتاعك يا قط؟ معرفش والله يا هديوي. يعني بيته يعني ولا بقاني داهيه؟ والله انا نفسي اجاوبك، انا معرفش هو فين، انا اول ما هلمحه ابلغه انك سالت عليه. لا ما تقولوش هو يعرف لوحده، بس طارق انت بقى كده؟ يا كبير يا عم ده اكل عيش. انا هرد رق. اللي انت عملته ده يا خديوي؟ ايه رايك في دكانتك كده يا مستر عدلي؟ حلوه ولا زوها لك اكتر؟ انا قصرت لك بالقرمة عشان يبقى من دقنه وفتله. الكلام اللي انت بتقوله ده غلط ويطير فيه رقاب. عليا الطلاق بالتلاته للعيش والملح اللي ازعلك. لا يا عم انا عاوز اشوف لك عشان ما شفتلكش. لو مش قد فعل ما تشدش حيلك بالكلام. والعيش والملح ده انت واخوك كنتوا من زمان. رزقش بطنكم منزل على الطبه. اسمع ما تركبش سلام بالسلامك عشان عليا الحرام من ديني هما كلمتين ما لهمش تالت. ورحمه النبي اللي هلفتك. طب وانا كنت دوست لك على طرف على اللي انت عملته ده كله بقى ولا ايه؟ لما تقف زي العدل البلدي وتلك مع عيلته ركبتك زي النسوان وتقول له ابوك بلطجي يبقى كان لازم اثبت لك ان انت صح. يا عم اللي انت بتقوله ده عيب عليك. افرس كلامك. مش سيد الدهب اللي يتقال له حريم ونسوان وعجول على الطلاق زعلك. يا عم ما تخليش اعملها عليك بقى. على الله حكايتك. انت هتعمل ايه بيه؟ خلاص بالله عليك اجري عشان ما غرطكش. ده كبير يا هداوي، الناس واقفه يا هداوي. ده كبير خطوه كمان هخرطك. اركب.